اعتقلت الشرطة التركية نحو 35 من أنصار فتح الله جولين، زعيم ما تسميه السلطات التركية بالتنظيم الموازي في مقاطعة إزمير غربي البلاد. وأفادت تقارير محلية أن قوات الأمن التركية داهمت مقرة تابعة للتنظيم وألقت القبض على شخصيات سياسية وأمنية من بينها ضباط في الشرطة. ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا عدنان الظهر. عدنان، هل هناك جديد في ديار بكر، حالة التوتر في ديار بكر، وهل هناك تفسير لهذا الوضع؟ نعم خالد، في الحقيقة وبحسب الأنباء التي وردتنا من مدينة ديار بكر فإن العديد من المناطق هناك ما زالت تشهد اشتباكات متقطعة بين المتمردين الأكراد الداعمين لتنظيم حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن التركية. هذه الاشتباكات تتركز بالتحديد في منطقتين، المنطقة الأولى تدعى يوكساكوفا وقد شهدت مقتل شخصين في تلك الاشتباكات التي بدأت حين قامت قوات الأمن الشرطية التركية بمحاولة طمر بعض الخنادق وإزالة بعض الحواجز التي نصبها المتمردون الأكراد في تلك المنطقة. على أثر ذلك اندلعت اشتباكات هناك بين قوات الأمن التركية والمتمردين الأكراد، أدت إلى مقتل شخصين اثنين. أما المنطقة الثانية التي تشتد فيها الاشتباكات فهي منطقة سلوان التي بدأت فيها الاشتباكات ليلة أمس وأدت إلى مقتل شخص واحد هناك. السلطات التركية أعلنت حظرا للتجوال في العديد من المناطق هناك، حيث تحاول اعتقال بعض الأشخاص المتهمين بإطلاق النار على قوات الأمن التركية. بالتزامن مع هذه الأحداث خالد، اليوم رئاسة الأركان التركية أصدرت بيانا أعلنت فيه أن سلاح الجو التركي قام بشن عدة غارات على معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مدينة هكاري جنوبي شرقي تركيا ودمرت مخازن للسلاح هناك، وأيضا هذه الغارات استهدفت معاقل التنظيم في جبال قنديل على الحدود العراقية. شكرا لمراسلنا عدنان الظهر، كنت معنا من إسطنبول.